السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بألف خير. سوف أكون معكم مع فقرة قصة مع العباس، وستكون قصتنا لهذا اليوم بعنوان الإمام أحمد مع الخباز. تتحدث هذه القصة عن فضل الاستغفار. يقول الإمام أحمد بن حنبل أنه وهو ذاهب إلى العراق ليطلب الحديث، فجاء لمسجد، تأخر الوقت فذهب لمسجد ليصلي، فنام قبل صلاة الفجر، ثم استيقظ فصلى، ثم نام إلى الشروق، فجاء صاحب المسجد وقال له اذهب ونم في مكان آخر. فقال له محمد بن حنبل أريد أن يستريح لأنه لا يوجد لي سكن. قال فسحبه من رجله إلى طرف المسجد فنام أمام المسجد، فجاء صاحب المسجد أي الإمام فقال له لماذا تنام عند الدرج؟ فقال يعني عشان الناس إذا جاءت أو الأعمى إذا جاء لا يطيح. فقال فسحبه الإمام أيضا إلى نصف الشارع، فقام الإمام أحمد بن حنبل وجاء خباز فقال له تعال نام عندي، فذهب إلى الخباز فلم يستطع أن ينام. وهنا تكون زبدة الموضوع. يقول الإمام أحمد بن حنبل ما استطعت أن أنام عند ذلك الخباز من كثرة استغفاره ومن كثرة حمده لله ودعوة لله. فسأله الإمام أحمد بن حنبل لماذا تستغفر يعني كثيرا؟ فقال كل دعواته استقبلت إلا دعوة واحدة أن أقام، فكانت كل دعوات هذا الخباز تستجاب إلا دعوة واحدة وهي أن يقابل الإمام أحمد بن حنبل قبل أن يموت. فلم يقل له الإمام أحمد من هو، فذهب فطلب الحديث فرجع فصلى في المسجد، ثم قال أين صاحب هذا الخباز؟ قال لقد سافر 27 يوم إلى طلب الحديث ورجع بعد 27 يوم فصلى. فقال أين الخباز؟ قال لقد مات من 27 يوما. واستقبلت له آخر دعوة له وهي مقابلة الإمام أحمد بن حنبل قبل أن يموت. سبحان الله، ما شاء الله، فتح الله عليك. هذه هي كانت قصة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقدم القصة العباس رياض بعنوان الإمام أحمد مع